بماذا ترى لنفسك فضلا على غيرك من الناس؟ تعال، بطاعة. انتبه أيها المريد، لا تنظر إلى مذنب أو إلى عاصي بعين انتقاص، هذا مزلق خطير، هذه نظرة محرمة تؤثر على القلب، يظلم بسببها القلب، تدمي القلب ظلمة. نظر عابد بني إسرائيل، رجل عبد الله ما عصاه قط، سنوات طويلة 500 سنة ما عصى الله قط، نظر عابد بني إسرائيل إلى فاسق بني إسرائيل لم يطع الله قط، هذا جاء من جهة والآخر جاء من جهة، فلما نظر كل منهما إلى الآخر أعرض كل واحد منهما عن الآخر، لكن على أي أساس؟ العابد أعرض استكبارا على العاصي، لا يغفر الله لفلان أبدا، رأى نفسه أفضل منه بمال عبادتك، العبادة إن صحت تزيدك تواضعا وانكسارا، هذا تكبر بعبادته، والعاصي أعرض الفاجر، لكن على أي نية؟ حياء من الله عز وجل. لما أعرض عن العابد قال أستغفر الله، من أنا حتى أقابل هذا الرجل الصالح العابد، أنا الفاسق. كان هذا العابد من عباد بني إسرائيل، من الكرامات التي نالها من حسن عبادته أن السحابة كانت تظله إذا مشى، إذا جاء في النهار في الشمس تأتي سحابة على رأسه تظله، فلما التقى مع الفاسق فأعرض تكبرا على الفارق الفاسق، الكلام هنا عن النظر، نظر إليه نظرة استكبار، وأعرض الفاسق حياء، عندما افترق تركت السحابة العابد وتبعة الفاسق تظله بعد ذلك. ما السبب؟ أنه نظر نظرة احتقار، فلا يجوز لك أن تحتقر أحدا، احتقر المعصية لكن لا تحتقر العاصي.